اعتقاد أيضا في الأوساط الشعبية البرازيلية وحتى خارج البرازيل هو غياب كل من كاكا ورونالدينيو. والله تشكيلة حلوة، دفاعية حلوة يعني، بس لازم يكون فيها عنصر يكون خبرة، مثلا عندك كاكا عندك رونالدينيو لازم يكون موجود. وطبعا أقوى فريق دفاعيا برازيل الحين، عندك يعني مارسيلو، عندك داني ألفيش، ياغو سيلفا، من أقوى دفاعات العالم يعني. يمكن أن يكون اختياري صائبا كما يمكن أن يكون خطأ، وفي كل الأحوال أتحمل مسؤولية قراراتي التي أبنيها دائما على الملاحظة والمتابعة. المتابعة والملاحظة ربما كانت وراء اختيار لاعبين من باريس سان جيرمان هما تياغو سيلفا ولوكاس مورا. لوكاس لاعب ممتاز وقد أضاف إلى إمكانياته ما يحتاجه اللاعب في أوروبا من تقنيات أثرت تجربته، وسوف نتحدث معه لاحقا في باريس هو وتياغو سيلفا لمعرفة مدى جاهزيتهما. عام 2002 أثار فيليب سكولاري الكثير من الانتقادات عندما استثنى روماريو من المنتخب الوطني البرازيلي، لكنه فاز بكأس العالم آنذاك، فهل سيعيد الكرة هذه المرة؟ دداها عبد الله، خالد الجزيرة، الرياضية، خيو دي جانيرو.